استمرارا للحملات التفتيشية التي تشنها الإدارة العامة للغذاء والتغذية، خاصة بعد قضية الدجاج الفاسد، قامت الإدارة بجولة ميدانية على أفرع التموين التابعة لمحافظة العاصمة للكشف على النظافة العامة داخل الأفرع وأخذ عينات من الدجاج الموجود وإرساله إلى مختبرات وزارة الصحة بهدف التحقق من سلامته. وأكدت الهيئة الاستمرار في تنظيم الحملات والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية. حقيقة اليوم اجتهاد المفتشين على أخذ العينات بالنسبة للدجاج بشكل عام أكثر من ماركة، وإن شاء الله راح نأخذ العينات هذه ونرسلها حق مختبر وزارة الصحة وننتظر طبعا نتيجة الاختبار. نحن موجودين حاليا في فرع التموين وشفنا النظافة العامة ما شاء الله ممتازة، وشفنا الترخيص الصحي وهويات الشباب الموجودين كلها صالحة، والآن احنا أخذنا عينة من نوع من أنواع الدياي وراح نرسلها للمختبر وزارة الصحة، وبعد ما تطلع النتيجة خلال 3 أيام نوافي الفرع إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي نفرج عن الكمية، وإذا كانت غير صالحة راح نتلف الكمية الموجودة هنا.